على كل الأسئلة وكل التواصل وكومنتات ولايكات والحاجات دي كلها. الأهم من ده كله أني أقدر أوصل لكم المعلومة الصح والروتين الصح أيا كان المنتج إيه، أيا كان شارياه إزاي، صيدلية، شركة، ويب سايت أونلاين، متجر أونلاين، أيا كان المكان إيه، أنك تستخدمي المنتج صح وما يعملكيش أي أضرار. حلقة النهاردة أو يعني الفيديو بتاع النهاردة هيتكلم عن منتج كده أو كريم متعدد الاستخدامات، وبجد أنا من الحاجات اللي بحبها جدا فعلا وبتفرق جدا في روتين عنايتي ببشرتي وخصوصا بشرة الجسم. سودو كريم، سودو كريم كلنا عارفينه. كلنا عارفينه. طيب هو ايه السودو كريم ده؟ هو باختصار كريم اللي هو للحروق وبعيد الشر عليكم طبعا، والجروح واي اثار للندبات والكلام ده كله. طبعا مش هيعالج اثار الندبات، لكن هو ليه تأثير تفتيح وليه تأثير حاجة اسمها سوزنج او سوذنج، SOOTHING. تمام. التأثير ده اللي هو تأثير ملطف على البشرة. استخداماته كتيرة جدا جدا، لو عملنا هنا من هنا حد بعد كده هنلاقي حاجات كتيرة قوي نستخدم فيها السودو كريم. حاول اسيب لكم صورته هنا، وطبعا تحت الفيديو صندوق الوصف لو بتشوفوني لينك التواصل بيوصلك على طول على الواتس، او ممكن اللي يوصلك على طول على الواتس اللي تقدري تفهمي منه روتين عنايتك بقى بشعرك ببشرتك باسئلتك انكي. طيب السودو كريم متوفر باحجام كتيرة جدا. انا بحبه في ايه؟ بحبه كمزيل عرق. تمام. اندر ارم كده استخدميه بعد الشاور على بشرة جافة. تمام. بتنشفي تحت تحت البط، تحت الدراع، تحت الايه اعرفش، تحت الدراع. تاخدي حاجة بسيطة كده قد اصغر من البسلاية، عشان الناس كلها بتقعد تقول البسلاية اصغر من البسلاية. كمية صغيرة وتوزعيها بشكل كويس وخلاص، انت كده استخدمتيه مزيل عرق امن فعلا، وكمان برضو بيفتح منطقة تحت القبط بشكل كويس جدا. طيب كمان تقدري تستخدميه ازاي يا ست الكل؟ البنات اللي عايزة تفتيح للأماكن الحساسة، سودو كريم بجد من الحاجات العسل جدا في الحتة دي. بس الأحسن ان انت تخففيه بزيت لوز حلو. هاتي زيت لوز حلو من مكان موثوق، ها؟ ماشي؟ مكان موثوق، مكان مش مخفف الزيوت، وده الأهم. خلي بالك عشان في زيوت بيبقى سعرها في الارض خالص، بس بتبقى متخففه بقى بزيت ذره، بزيت عداد الشمس، الكلام ده كله بتبقى متخففه من الاخر يعني، فما بتديكيش نتيجه عدله يعني. فهاتيها من مكان موثوق، وطبعا كلمينا نقول لك ازاي تشتري زيت اللوز الحلو او اي نوع زيوت من مكان موثوق تقدري تشتري الحاجه دي بشكل يعني كل جنيه تدفعيه تقدري تستفيدي بيه. بتخففيه، بتاخدي معلقه من زيت اللوز على معلقه من السودو كريم وفي اي علبه، وتقعدي تقلب قلب قلب قلب، هيعمل معاكي زي لوشن كده، لوشن تحفه. ممكن تزودي له ميه ورد لو انت حابه، مفيش مشكله خالص، دي تطشه حلوه كده. ممكن تزودي له ورد، خلاصه الورد، يعني في حاجات كتيره ممكن تعمليها. ده روتين حلو ممكن تستخدميه مرتين في الاسبوع، مرتين بس في الاسبوع، او ثلاث مرات حسب بقى روتينك وحسب حياتك عموما، او ثلاث مرات على بشره جافه للمناطق الحساسه. ينفع الركب، ينفع الاكواع، ينفع حاجات كتيره جدا. سودو كريم كلنا عارفين انه للبيبز، للحفاضات، التهاب الحفاضات، احسن حاجه ممكن تستعمليها لطفلك. يعني انت ممكن تجيبي العلبه الكبيره دي تستخدميها ليك ولطفلك. احسن حاجه للامهات. كتري كتري من السودو كريم. يعني اهو هي قالت لك اصلا كتري من السودو كريم. ليه؟ مش تكتري، انت بتحطي طبقه بسيطه على سوق. مشكلته بس ان هو مشكلته الوحيده انه يعني ناشف شويه، مش كريم بيتعمل بسهوله كده، لا هو ناشف شويه. او ممكن تخففيه على فكره للبيبي، لو انت عايز تستخدميه للبيبي ممكن برضو تعملي اللوشن ده اللي هو زيت لوز حلو على السودو كريم بنسبه وتناسب كويسه، وتخلطيه وقلب قلب قلب، هتعمل معاكي لوشن حلو. لو انت بتزهقي ان انت تفردي حاجه يعني لزجه شويه او تقيله، هو قوامه تقيل، عم في عامل زي ايه، هوريكم العلبه اللي عندي او اللي انا بستخدمها، هوريكم الكريم اللي انا بستخدمه قوامه ازاي. اهي اللي انا بستخدمه اهو، بصوا انا هقول لكم ده الكريم اصلا اللي انا بستخدمه اللي هو السودو. تمام. بصوا قوامه عامل ازاي، تقيل جدا تقيل جدا. طب تشوفوا بقى بعد ما خففته في علبه تانية، طبعا سودو كريم قبل كده يعني قديمه، شوفوا بقى بعد ما خففته
انا هحطه بس كده هنا. شوفوا بقى بعد ما خففته بالزيت اللوز الحلو الموثوق فيه الاصلي، تمام؟ اكتبي ورايا الرقم ده عشان يرد عليكي خدمه عملاء تقول لك، دكاتره طبعا تقول لك انسب روتين وانسب مكان تجيبي منه الاماكن تجيبي منه البرودكت او المنتج الصح الاصلي، عشان في كتير قوي في مستحضرات التجميل. فتجيبي المنتج الاصلي الصح 012-77-22-48-28 012-77-22-48-28 8 8. بصي اللي متخفف ب، شوفوا عاملين عامل ازاي اللي متخفف بزيت اللوز، شايفين عامل ازاي زي اللوشن قمر، حاجه كده خياليه بجد، رهيب جدا في تفتيح الاماكن اللي بس محتاج مداومه. وكمان بيعطر يعني، حتى ريحته تحسوا ان هي، عارفين الباودر بتاع البيبي. فانا برشح لك لو انت ام الاحسن طبعا، يعني دي وصفه حلوه قوي برضو يعني اهو. بصي لو انت مثلا البيبي بقى ايه بيفرك كتير وبيتعبك والوقت وكده، ده هيفرق معاكي في الوقت قوي في توزيعه، وهيبقى سهل في توزيعه خصوصا في الشتاء، لان انت شفتي اهو اللي هو التاني. استني هنعمل تجربه معمليه. اعملي لايك اعملي سبسكرايب لو انت عجبك المحتوى، لو ما عجبكيش المحتوى تعيش اي حاجه، تعيش اي حاجه خالص، اعملي دسلايك لو عايزه مفيش مشكله. اهو الكريم نفسه بصوا عامل زي حته التلجايه اصلا، يعني تقيل 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 تقيل، اهو بصي تقيل قوي. فاحنا دلوقتي هنخففه بالزيت اللوز الحلو الموثوق فيه، صح؟ فلما خففناه هتعرفي توزعيه بكل سهوله. اهو بصي بتقلبي، طبعا انا بقلب ايه بسرعه، طبعا ايديا طبعا الحمد لله متعقمه قبل اي حاجه. اهو بصي توزيعه سهل، هتوزعي على بشره الطفل قبل استخدام الحفاض، اهو هديكي حمايه. ليه بقى احنا بنقول ليه بنقول لازم نستخدم كريم قبل الحفاض ده؟ يعني مهم قوي. طبعا هو ما ينفعش استخدمه على وشي خالص لو انا بشرتي دهنيه او مختلطه، لو بشرتك جافه ممكن تستخدميه، حلو في التفتيح طبعا للحساسيه والجروح، حلو جدا. اللي بيطلع له حساسيه تاني يوم بتبصي تلاقي مفيش ايه، تاني ساعه اصلا بتبصي تلاقي الدنيا حلوه جدا وتمام جدا وزي الفل قوي وسكر جدا، لان هو بيضيع اي حساسيه. التهاب الحفاضات ده بقى نوع من انواع الحساسيه او نوع من انواع الالتهابات. فبنعمل ايه؟ بتحطيه قبل ما بتلبسي بيبي البامبرز على بشره نظيفه، انا وزعته على ايديا، حلو كمان للايدين برضو، بس طبعا وزعت اللي هو فيه زيت لوز، حلو للايدين بيدي نضاره حلوه برضو، تمام. تقدري تستخدميه حاجات كتيره جدا، حطيه على بشره نظيفه لبشره البيبي وسيبيه يشرب شويه وبتلبسيه الحفاضه. بيعمل عازل ما بين طبقه الطفل، طبقه جلد الطفل، والمواد بقى الحاجات الموجوده في الحفاضه، يعني يورين وحاجات يعني حاجات ممكن جلد طفلك منقوع في مكونات الحفاضه دي، فطبعا هيكون ضار جدا عليه او يعني عشان كده بيحصل التهابات. فانت بتحمي طفلك وسعره مش غالي قوي، هو سعره يستاهل اصلا السعر بتاعه، يعني هو بيقعد معاكي كتير، يعني انت اصلا لو جبتي علبه صغيره يعني دي ممكن تقعد معاكي سنه بجد، دي ممكن تقعد معاكي سنه، دي وممكن دي تقعد معاكي سنه برضه، يعني بتقعد معاكي فتره ان هي اصلا فيها يعني يا دوب اهو حته بس. احنا دي اللي هناخدها كمزيل عرق دي، شكرا مش هناخد اكتر من كده. اهي بتوزعيها بقى، بتوزعها يعني ممكن تقعد تغطي مساحه كبيره جدا، فهتقعد معاكي فتره حلوه، حلو للحساسيه، حلو لعلاج اثار الحروق، حلو لحاجات كتيره، حلو لكل حاجه جميله. كلمينا لو انت حابه تتواصلي معانا على 012-77-22-48-28، ترد عليكي دكاتره متخصصه انها تقول لك انسب روتين لبشرتك ولشعرك ولجسمك. شكرا ليكي لو وصلتي لحد هنا في الفيديو، لو انت عايزه لايك، لو انت عايزه سبسكرايب لو عايزه يوصلك كل ترند جديد في مجال التجميل والصحه عموما برضو. شكرا ليكي، سلام.